السلام عليكم. دلوقتي نشوف لو احنا عايزين نرسم هايت ويكون في بعض النقوش اللي هي موجودة في الاوتوكاد. هقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس، وتقدر تختار فلور او وول او اي حاجة انت عايزها. انا اخترت وول. اوكي، طيب هرسم ريفرنس بلان تساعدني في الرسم. لازم تديله اسم، وليكن مثلا واحد، طيب ده هيبقى مقابل للنورث، فاخش في النورث واقول له كرييت، واقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن على ريفرنس بلان 1، وارسم حاجه بالشكل دوت حائط. هقول له بقى اخلي الاوتوكاد بدل ما انا اقعد ارسمه، ممكن اقول له امبورت كيد، وتبدأ تختار الاوتوكاد اللي انت عايزه، واقول له بالمليمتر، واقول له اوكي. وبعد كده هاجي اعمل زوم واشوف الخطوط دي راحت فين، اعمل عليها سيلكت واقول له موف. اختار النقطة دي واقول له ان الهالي هنا، واعمل لها سكيل، سكيل من هنا لهنا، وتقدر بقى تكررها، تعمل لها كوبي، تعمل لها اري، تعمل لها اي حاجة انت عايزها. يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل لها ميرور مثلا، واقول له اوكي. فاعمل لي الحائط بالشكل دوت. طيب خلينا نروح لليفل 1، تمام، وخلينا ناخد الحائط دوت، ازود السمكة بتاعته شوية، وبعد كده هقول له من كرييت اعمل لي void، واقول له انا عايز اعمل void بالشكل ده كله ما عدا، انا عايز بقى ايه، في جزء معين من الحيطة هو اللي يبدأ يظهر معايا بشكل قوس كده. والخطين دول هعمل لهم offset بمقدار مثلا 200، خلينا نقفل الحيطة من هنا ومن هنا عشان يبقى الشكل كده. SE snap end
وهنا برضه سناب اند. خلينا نشوف الثري دي واقول له اوكي. تمام، خلينا نمسك بقى الجزء اللي تحت ده ونرفع شوية. تطلع معانا الحيطة بالشكل دوت.